بالحلقة الماضية استضاف للنشر منى بطراوي اللي كانت وحدة من حوالي 700 شخص انصب عليهم بحملة الحج. صمت كل قرش بقرش عشان بالألف وباثنين عشان روح قد ما انبسطت معهم، بس ما كنت عارفة هيك حيصير فيا. بس المفاجأة كانت ناطرة منى خارج الاستوديو لما حب فاعل خير بعد ما شاهد الحلقة يسفرها على حسابه للحج طالما انه فيزتها حاضرة. والله شعور اي انسان بيحلم بهالرحلة، هيدي رحلة ما في احلى منها، يعني اكيد انتوا رسمتوا البسمة على وجهنا قلتلي فيه بعد هالعذاب اللي كنا فيه، والشخص اللي تبرع لي يعني انا كثير بدي اتشكره كثير مش شوي، وانا بقول الله يعوض له من ثمار الجنة لانه هذا الخدمة الانسانية ما بتنتسى. كثير تعبت يعني القرش ما عم يجي بالهيئة، عشان هيك بقى قلت الله يكلكم، انا انبسطت منكم كثير وانبسطت من كل ابن حلال هيك بحس مع الفقير شوي. الحمد لله وقفوا معي اولاد الحلال، كيف ما بدي انبسط، وقفوا معي اولاد الحلال. اتحقق حلم منى باخر لحظه وانضمت للحمله وسافرت، فادام الله فاعلي الخير بهالبلد وبكل انحاء العالم.